في اثنين اللي هما هدايا أو خبرين أو شغلات حلوة مع الاحتفال، مع النهاية، نهاية الدراسة عفوا. بنشوف إذا في ممكن يكون سفر لبرج القوس، برج القوس أساسا في بعضكم مسافر حاليا مش في وطنه. شوف، عم بشوف سعادة في البلد اللي انت فيها حاليا، مش في المكان اللي انت حابب تسافر عليه. للبعض اللي حابين يسافروا او ينتقلوا على مكان، بقولهم مش هذا الوقت المناسب لحتى تتحقق هاي الأمنية. لسه في طريق رح يمشوه، ولكن عم بشوف سعادة في المكان اللي انتو فيه، رح تتحقق رزقة أو فما كتير يعني تفكروا بالسفر. ممكن الخير ما يكون في السفر، ممكن تجيكم الرزقة الحديد عندكم في أمل جديد في المنطقة اللي انتو فيها أو المكان اللي انت فيه. وعم بشوفك بتنتظر السفر، لكن ما في يعني شيء مبين انه في سفر في هاي الفترة، لكن في سعادة كبيرة على اكثر من صعيد. عم بتنسيك موضوع السفر كله على بعضه. فخلينا نشوف القراءات العاطفية بالنسبة لبرج القوس. أول شي تبلش بالعزاب إذا في إشي جديد، في بداية جديدة، لكن في شخص، في شخص جديد ممكن تكون تعرفت عليه أساسا هاي الأشهر. في شخص جديد ممكن يكون شريكك أو توأم الروح، صادق، ممكن يكون أسمر هذا الشخص، لبسه شوي مختلف عن المحيط، يعني عم بلبس بطريقة كتير، بهتم بالفاشن أو هيك شغلة. عم بيكون هذا الشخص شخص شوي مكافح، عم يتعب في جمع المال لحتى يرتبط، بس في ارتباط ممكن يكون في هذا الشهر، وكأنه يعني الأمور ممكن تمشي كتير بسرعة. الأبراج ممكن تكون مائية، نارية، ترابية، لكن الأكثر الطاقة هي نارية. هذا الشخص ممكن يكون ناري على الأكثر، أو ممكن يكون ناري أو مائي على الأكثر. خلينا نشوف نيته. شوف، هو عم يتطلع لك بطريقة إنه أنت أفضل منه، أنت بمرتبة أحسن منه، أنت على مستوى اجتماعي يمكن أكثر منه، أو ثقافيا انت افضل منه في هاي العلاقة الجديدة. فهذا الخوف موجود عنده، خوف من الرفض، فهذا الاشي اللي مخليه يأجل الموضوع. مبين عندي فيه تأجيل، لكن راح يكون في اللي هي بداية انه يحسسك انه هو موجود، او انه هو الاهتمام، موضوع الاهتمام راح يبلش بانه يهتم فيك في شهر تموز، لكن ما حيبادر لأنه شخص متردد أو عنده عزة نفس كبيرة، ما بيرضى إنه ينرفض. فممكن يكون هذا الشخص عم بيشعر هاي المشاعر، وهو على فكرة شخص طالع من علاقة حديثا،
سببت له نوع من يمكن إنه تعلم درس، ممكن هذا الإشي يخليه كمان متردد. لكن أنا شايفة علاقة مثمرة، علاقة مثمرة إذا كانت في شهر تموز، وإذا كانت البرج زي ما قلنا الأبراج اللي حكيناها، الطاقات اللي حكيناها. هذا بالنسبة للعزاب. شوف المتزوجين، للمتزوجين في مشاكل، في شغلات مش عارفة، إذا في طلاق، إذا في حمل. إذا للمتزوجين الأمور حلوة، ما في مشاكل، ما في مناقصات، في بالعكس اللي هو اتفاق بشكل حلو، ما في علاقات ثلاثية أو عم تختفي، يعني مش مبينة أبدا في الورق طاقتها في شهر تموز، وكأنها لو كانت موجودة رح تختفي هاي العلاقة. إذا ما في علاقات ثلاثية للي خايفين. في أيضا للمتزوجين قرار رح يتخذ، إما حول مسكن، شايفة في حمل ممكن يكون للناس اللي يعني مستنيين حمل في العائلة، في حمل بنسبة مثلا 80% ممكن يكون. ممكن حتى مثلا تفكروا بالرفاهيات، يعني رح يكون في رفاهية بشهر 7، وأكنه رح يدخل مبلغ تنفقه منه، مش عارفة، بس في نوع من الترف في العلاقة. أو ممكن يكون معناه إنه إغداق بالمشاعر، يعني مشاعر كتير عم تكون قوية في شهر تموز. الشريك عم بيكون مهتم فينا أكتر من السابق، وعم بيخطط لقدام. وانتي لا، الحمد لله، يعني الورق كتير حلو من كل النواحي بالنسبة للمتزوجين. شوف المرتبطين اللي مش منفصلين ولا متزوجين، اللي على العلاقة، نشوف نية الشريك مثلا والعلاقة رايحة لوين. لبرج القوس، برج القوس عم تستنى مال، أو الشريك عم يستنى مال. نيته مش 100% رايحة ل الموضوع الجدي وللارتباط، لكن مستقبلا ممكن يفكر، لأنه مبين إنه المادة عنده راح تلعب دور، بس مبين إنه في راح يكون في توافق كتير كبير بينك وبينه، وأكن العلاقة عم تتطور بيناتكم، عم تتحول إما من صداقة لحب أو من حب لخطبة وزواج. في كروت حلوة بينت، لكن عند البعض في نوع من المقارنة، عم بتقارن انت او هو، عم في نوع من المقارنة، بقارنك بشخص اخر، او بحاول انه يختار بيناتكم. هذا الشخص الاخر ممكن الاهل بدهم اياه، اهله هو الشريك، وممكن القراءة تكون عكسية. علاقة ثلاثية اللي هي مبينة وكذا، وهذا مش موجودة، لكن في شخص مش حاب لكم الخير، عم بظهر لك كل شوي بالأوراق، لكن طاقته ما عم تكون قوية، لذلك ما ذكرته. هذا كل شيء بالنسبة للمرتبطين. نشوف للمطلقين والمنفصلين من برج القوس. برج القوس
عم تتعامل أكتر إشي مع ناري ومائي. وممكن برج الثور، جوزاء ممكن، المنفصلين. الحبيب عم بفكر بطريقة غريبة، يعني بتحسه عم بخبص، عم بخبص كتير في حياته، في أغلاط كتير عم بتكون عنده، عم ياخد قرارات غلط في هاي الفترة، عم يكون متخبط من غيرك. في عنده حنين للعلاقة بيناتكو، وكأنه يعني حابب انه يرجع، لكن في اشي عم بيسبب البعد، عم بيسبب عدم الرجوع لحد الآن. شوف اذا في علاقة ثلاثية، ممكن يكون في علاقة ثلاثية على فكرة، وفي عنده مشاكل صراعات مع ناس، ممكن بعمله، ممكن بعلاقاته العاطفية، في شخص ثالث ممكن يكون في الموضوع. هذا الشخص عم بدور شوي على المصلحة، عم بيكون تفكيره منطقي كتير، ويعني ما عنده كتير عواطف يشتغل عليها، لكن عم بيشتاق وعم بيغار. في علاقة ثلاثية في الموضوع، عم يحكي مع طرف آخر، ممكن هذا الطرف ما يكون يعني اللي هو خيانة، مش خيانة، يعني ما يكون طرف اللي هي علاقة ثلاثية، ممكن تكون علاقة اللي هي طرف من الأهل، طرف كذا، يعني أي طرف ممكن يكون بيأثر على الشريك في عدم الرجوع. هذا كل شيء يبين للمنفصلين. خلينا نشوف إذا في رجوع بشهر 7، رح يكون مستمر الانتظار حبيبي، لكن في فرصة في منتصف الشهر. إذا ما كانت في منتصف الشهر ما زبطت، ممكن في نهاية الشهر إنه يكون في بوادر رجوع. عم تسمع حكي، عم توصلك مسجات مثلا، اتصالات ممكن منه، لكن عم بتحجج في أمور، يعني اللي هي بس إنه بده يحكي معك. ففي بوادر خير في، لكن رجوع يعني مش بنسبة كبيرة، ممكن 70%، لكن في رجوع بيناتكم. أها، هو حابب يترك اللي هو فيه ويرجع لك، يمكن ما لقى الراحة في البعد وعم بيحاول الرجوع، وعلى فكرة رح يتعب كتير عبين ما يستعيد ثقتك فيه، لأنه أنت في مرحلة من المراحل خلاص فقدت الثقة فيه، وكشفت عنده أمور، وصلتك أخبار اللي هي غيرت نظرتك إله، وتحولت من مشاعر حب قوية ل اللي هو أقل من هيك بكتير، نزل من عينك. عم بتفكر بأفكار يعني سوداوية نحوه، لكن هو عم بفكر بالرجوع، فأنت حر في الرجوع لهذا الشخص، أو يعني الموضوع برجع لك أنت. طبعا هاي العلاقة، هاي القراءة عم بتكون عامة، ما عم تنطبق لا على الكل. فحبيباتي يعني اللي متزوجين واللي على علاقات، عم بخربط في الحكي، آسفة، اللي على علاقة وثيقة مع الحبيب، وحكيت إنه في علاقة ثلاثية، برجع أحكي ممكن هاي العلاقة ما تكون ثلاثية، مش خيانة، ولكن ممكن يكون طرف ثالث عم بتسبب في البعد وفي المشاكل بينك وبين الحبيب. خلينا نشوف إذا في نصيحة بيقدم لنا إياها الورق أو الطاقة الكونية أو الكون لإلنا. نصيحة إحنا محتاجينها في هذا الوقت.
لبرج القوس. برج القوس الطاقة الكونية بتحكي لك غير من توجهك، غير من توجهك، من طريقة تعاطيك مع الأمور. القوس عادة هو كتير يعني مرن وإنسان قوي في اتخاذ القرارات، بيتخذ القرار وبيمشي فيه للآخر، فهاي شغلة حلوة فيه. ولكن بحكي لك هاي الفترة بدك تغير توجهك أو تغير من نوع الأشخاص اللي أنت عم تحتك فيهم، لأنه عم بيسببوا لك نوع من الإحباط. بحكي لك كون حذر من الشريك، من ناحية الشريك ممكن يعني تسمع شغلة ما تطمنك عن الشريك. طبعا عم بحكي عن المتزوجين والمرتبطين مش عن المنفصلين. احذر من خيبة أمل، من كذا يعني تغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. وعم بشوفك يعني عم ببشرك بالانتصار على أكثر من صعيد، في فرحة. إذا كنت بنت ممكن تكون قعدة ستات هيك حلوة هذا الشهر، عم تنموا على ناس. النميمة كترانة عندك برج القوس هذا الشهر، ولكن نميمة حلوة اللي هي يعني تسلاي، مش لا كره ولا بغض، ولا يعني عم بتكون حلوة، قعدات حلوة عم تستمتع فيها حبيبي برج القوس. إذا هاي هي كانت النصيحة لبرج القوس لشهر تموز، فبتمنى لكم كل